فيتامين دال بقى مهم جدا بقى لصحه العظم، هقول لك بقى على شويه اسرار فيه. هو بقيه الفيتامينات الدنيا زي فيتامين كاف 2 وكاف 1 وسي وبي، اوعى تغير المحطه، مش هقول لك الا بعد التفيد. محمد عندي 40 سنة بشتكي من مرض الروماتويد من حوالي 7 سنين، ورحت لدكاترة كتير ما حدش كان عارف أنا عندي إيه، لأن عملت تحليل الروماتويد الأول اللي هو ما بيبانش فيه إنه إن أنا عندي روماتويد. رحت لدكتور كبير في مستشفى الدمرداش ونصحني بالتحليل الغالي، عملته وطلع فيه فعلا روماتويد، وبقيت أمشي على الحقنة الميستروكسات، وكان جوزي وولادي بصراحة بيساعدوني في كل حاجة حقيقي. يعني جوزي كان بيشتري لي كل حاجه من بره، ما كنتش بنزل من البيت نهائي، لحد ما الكورتيزون ما بقاش يجيب معايا نتيجه نهائي، حوالي 2-3 ساعات في اليوم ببقى كويسه. طبعا ما بقدرش اتني صوابعي، ما بقدرش ادوس على زرار الكولمان عشان اشرب ميه، ما بقدرش اعمل اي شيء ولا اكل ولا اقدر امسك سكينه ولا اي حاجه. بعد كده بصراحه بنت اختي فضلت تلح عليا وقالت لي على دكتور احمد ابو النصر كتير جدا، وبعد كده يعني اقتنعت بكلامها، قلت ماشي اروح حتى لو الاعشاب ما جابتش معايا نتيجه فهي مش هتضرني، لانها اعشاب حاجات طبيعيه يعني. وفعلا رحت للدكتور احمد ابو الناصر وحسيت بتحسن جامد جدا بصراحه والله العظيم. اول يوم رحت فيه للدكتور احمد طبعا قابلت الصبح اول حاجه الدكتور سامح، شوف كل التحاليل بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، سرعه الترسيب كانت 120 كانت عاليه جدا، وتحليل الروماتويد الانتي سي سي بي كان 47 طبعا ده كان عالي، والحمد لله. عارف اللي طمني كمان ان هم يعني بيني وبينهم التحليل، ان انا كل شهر اروح واعمل التحليل والدكتور يطلع عليها ويشوف النتائج وصلت لفين وان احنا قربنا ولا لا، ان الموضوع مش كذب ولا حاجه ان مثلا الموضوع عشوائي، لا بالعكس بعمل تحليل وبعمل اشعه والدكتور بيشوفها كل مره وبيطلع عليها وبيشوف احنا الحاله وصلت لحد فين، وكل مره مثلا لو في ادويه بيغيرها او ادويه بيزودها وهكذا كل شهر الحمد لله، لحد ما خلاص النسبة بقت من 120 لغاية دلوقتي وصلت لحد 30 الحمد لله. طبعا أنا بشكر الكادر الطبي جدا اللي مع الدكتور أحمد بصراحة، فرع المهندسين ناس كويسين جدا جدا جدا، والناس اللي برا ناس محترمة جدا بصراحة والله والله العظيم، يعني ناس ربنا يبارك لهم كلهم يا رب. وبشكر برضو الدكتور محمد سعيد، الحمد لله دلوقتي بقيت حالتي كويسه نفسيا الحمد لله، لان كل الدكاتره قالوا لي ان ده مرض مزمن ما بيروحش، وهو علاجه الوحيد الكورتيزون وبس، افضل عليه لحد ما اموت. طبعا نفسيا كانت تعبانه جدا، كنت بصحى اعيط من يعني اصحى من عز النوم اعيط من الالم اللي انا فيه، وما يعني ما كنتش بصراحه يعني كنت بتمنى الموت بصراحه، لان انا عندي اطفال صغيرين محتاجين لي جدا، ويعني مش قادره اعمل لهم اي حاجه، وكنت بقعد اعيط ليل ونهار لاني ببقى قاعده ولادي عايزين مني حاجات وانا ما بقدرش اعملها. الحمد لله الحمد لله بصراحه، اول ما رحت للدكتور احمد ابو النصر ولله الفضل طبعا ثم للدكتور احمد بصراحه، الله يبارك له ويبارك في صحته ويبارك له في ولاده يا رب، طمن له اني للمرض ده بيخف على النباتات الطبيه، واداني ادويه كتيره الحمد لله، بس الحمد لله جابت نتيجه الحمد لله، بقيت اقدر انزل وبقيت اقدر اعمل كل حاجه، وبقيت اصحى من النوم اقدر اعمل شغل البيت، وبقيت انام كويس، وبقيت نفسيا يعني مستريحه نفسيا الحمد لله، وحاسه ان انا فعلا هخف، وحاسه ان انا اقول لك يعني طايره اني قربت اخف الحمد لله. والتحاليل بتاعتي الحمد لله ما كانت عاليه جدا، دلوقتي عماله تنزل شويه بشويه لحد ما خلاص قربت يعني تقل خالص باذن الله. طبعا النباتات الطبيه، انا لما دخلت للدكتور انا عندي طفله صغيره وكانت بترضع وكده، فطبعا انا كنت خايفه ليكون هيتاثر عليها في موضوع الرضاعه وكده، فالحمد لله الدكتور طمني ان ده مش مؤثر عليها وفعلا بترضع كويس، والحمد لله ما جرالهاش اي حاجه، والحمد لله الحمد لله يا رب ان ما كانش ليها اضرار لا عليا ولا عليها ولله الحمد بصراحه. وكمان عايزه اقول ان على الدكتور احمد حاجه برده كويسه جدا بصراحه، ما بيبخلش على الواحد بمعلومه، يعني حتى لو سالته عن اي حد من ولادي تعبان او اي حاجه يقول لي اديله ايه، بجد والله انسان انسان بجد والله العظيم، ربنا يبارك له يا رب. عايز اقول للدكتور احمد ربنا يا رب يبارك لك ومن نجاح لنجاح بصراحه بصراحه، انت يعني راجل العظمه لله وحده بصراحه، قمه في العلم وموسوعه، قمه في الادب والاخلاق بجد
وعايزك تكمل وما يهمكش كلام اي حد، ومن نجاح لنجاح باذن الله، وربنا معاك ويوفقك يا رب. وبشكرك جدا جدا. ألف شكر يا مدام سامية. بصوا يا جماعة، مدام سامية كان عندها مرض مناعي بيعمل التهاب في المفاصل اسمه روماتويد. الروماتويد مش بيعمل التهاب في المفاصل بس، لا ده كمان بيصيب العين وبيصيب الرئتين بالضرر والقلب. وهو مرض مناعي. احنا اما هنيجي نتكلم، احنا الأول بنحط الأساسيات بتاعة العظم. اما هنيجي نتكلم بالتفصيل عن الأمراض اللي بتعمل التهابات في المفاصل، المرض ده بالذات أنا هتكلم عنه تفصيلياً حلقات مطولة، لأنه يستاهل الصراحة بسبب الانتشار الغير عادي اللي موجود فيه في مصر دلوقتي. شوف أنا عاوز أقولك على حاجة، اوعى أبدا تفتكر إن مفيش مرض في الدنيا ملوش علاج. لو أنت فاكر كده تبقى أنت حضرتك غلطان، لأن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل داء دواء، علم من علمه وجهل من جهله. تمام كده؟ فأنت قبل ما أنت تجيلي و تشوف إذا كان ممكن اللي إحنا ممكن نستخدم بعض النباتات الطبية أو التغذية السليمة في علاج بعض الأمراض المزمنة، أنا عاوزك تخش تقرأ عن النباتات الطبية دي الأول عشان تطمن تماماً. اللي فيه دراسات حقيقية للأسف فيه أطباء بينكروها، أنا مش عارف ليه والله العظيم. أنا فعلاً ده سؤال دايماً بيحيرني، أنت ليه بتنكر الدراسات دي؟ ليه بتنكر العلم ده؟ يعني احنا انا عمري ابدا ما طلعت قلت للمريض ما تاخدش الدواء ده واحنا بديل ليه. احنا دايما بنقول للمريض احنا دورنا اللي احنا في ظهرك، هنعالج لك السبب لغايه ما احنا خلاص سيطرنا على السبب، نبتدي اللي احنا بقى نوقف الادويه التانية الوحشه ليه وخلاص وكده يبقى ايه تمام. ايه الميزه يعني اللي انا ادي للمريض مسكنات ومشي عليه طول العمر لغايه ما معدته تتخرم ويجي له قرحه في المعده، ولا يجي له كسور كلوي والكليه بتاعته يغسل وهو اصلا عنده اصلا سكر وضغط ومتبهدل اخر بهدله، وكمان الرئة بتاعته تنشف ويحصل له مشاكل في الرئة من المسكنات؟ ايه الميزة اللي انا ماشي المريض على كورتيزونات تضيع له الهرمون بتاع النمو اللي بيبني له مفاصله وبيرممها له، وكمان يعمل له سكر ويعمل له ضغط ويعمل له هشاشة عظام اللي انا مشيته للعمر؟ طب ايه المشكلة اللي انا ممكن لو انت هتدي الكورتيزون ده للمريض بعلمه لفترة محددة قصيرة، اسبوع اتنين تلاتة ايا كان الفترة اللي انت تحددها، وفي نفس الوقت بالتوازي بتكون ان انت عالجت السبب للمريض، يبقى انت كده وقفت الالتهاب بتاعه اللي وجعه ومش قادر يتحرك وفي نفس الوقت عالجت السبب. ايه التضاد في كده؟ يعني ايه ليه النباتات يعني انا ايه ليه 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 ما احنا كده احنا كده مع بعض، احنا في ظهرك احنا في ظهرك، خاصه ان احنا دلوقتي علم النباتات الطبيه هو الايفيدنس بيزد ميديسن اللي هو طب النباتات الطبيه او الطب الطبيعي القائم على الدليل العلمي. مفيش حاجه اسمها اللي انا ادي للمريض حاجه تاليف من عندي، او اللي انا نديله خلطه اعشاب عند خلطه الدكتور رقم واحد وخلطه الدكتور رقم اتنين، مفيش الكلام ده. كل النباتات الطبيه دلوقتي منشور عنها دراسات، المريض بيبقى عارف هو بياخد ايه، بياخد فيتامينات ايه، بياخد احماض امينيه ايه، وليه وليه وايه الدراسات اللي منشوره عليه، وده حقه علينا. طيب نكمل بقى كلام العلم ونتكلم عن الفيتامين المهم جدا اللي هو فيتامين كاف 2. بص بقى يا سيدي، مش احنا قلنا فيتامين ده مهم جدا عشان خاطر امتصاص الكالسيوم من الامعاء، لانه بيزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء 20 ضعف من غيره. الكالسيوم مش همتص الاكل اللي انت هتاكله، مفيش دخول للكالسيوم للدم، هيدخل الكالسيوم يروح الامعاء ويعمل لك امساك. انا اما انا باخد فيتامين ده بنسبة كويسة ويكون فيتامين دال عندي في الدم النسبة بتاعته النسبة الطبيعية، فيتامين دال بيقوم يجيب الكالسيوم من الجهاز الهضمي بكمية محترمة كمية كويسة عشان خاطر يبني لك العظم ويبني لك الأعصاب ويبني لك الغضاريف ويبني لك اللحم ويبني لك فيتامين دال والكالسيوم مهمين جدا لصحة الجسم كله. بس في عيب صغير قد كده في الكالسيوم. الكالسيوم ده لو اترسب في اللحم بيزعل اللحم، يعني مثلا لو اترسب في المرارة يعمل حصوة رخمة في المرارة، وانا بقى اتكلم عن موضوع حصوة المرارة ده بالتفصيل واحدة واحدة بالراحة، لان الموضوع عاوز روقان وكوباية شاي وكوباية قهوة كده ونقعد نكتب مع بعض كل المعلومات اللي هنقولها ان شاء الله ساعتها. بيترصف في الكلى يعمل حصوة على الكلى، ده لحمه. يترصف في الشرايين ويعمل تكلس في الشرايين، يخلي الشريان ما عادش ينقبض وينبسط زي زمان، ما يقعدش يعمل الحركة الدودية بتاعته دي. يترصب في العظم ذات نفسه، في لحم العظم ذات نفسه في الغضروف، ويعمل شوكة عظمية شبه السكينة تقطع الغضروف. وعشان كده ربنا خلق لنا فيتامين تاني اسمه فيتامين كاف 2.
فيتامين كاف 2 بقى يا سيدي ده وظيفته اللي هو يوجه الكالسيوم وياخده من ايده كده ويقول له بقول لك ايه اوعى تروح عند اللحم يابا وتترصف فيه وتعمل فيه مشاكل، لا انت تطلع بعد اذنك على الاماكن اللي انت المفروض ان انت تقعد فيها وما تعملش مشاكل زي العظم وزي الايه وزي الاسنان. ففيتامين كاف 2 وظيفته اللي هو يشيل لك الكالسيوم من اللحم زي اللي موجود في تصلب الشرايين، زي اللي موجود في المراره، زي اللي موجود في الكلى، زي اللي موجود في الشوكة العظميه في رجلك من تحت او في الشوكة العظميه اللي اتكونت في غضاريفك ويوديها في مكانها المعتاد اللي هو العظم. ثالث فيتامين معانا النهارده ده فيتامين مهم جدا لبنى الغضروف هو فيتامين سي. بص بقى يا سيدي، الجوافه والبرتقال والليمون والفلفل الرومي والكيوي كل دي حاجات او اغذيه غنيه جدا بفيتامين سي. فيتامين سي ده يا جماعه مهم جدا عشان تكوين الغضروف. يبقى كده تكوين الغضروف ده انا شرحته كده على 3 مرات لغايه دلوقتي، اتكلمت عن الكولاجين وقلنا نعمل فيه ايه والكالسيوم وقلنا نعمل فيه ايه، وقلنا على فيتامين سي ده مهم جدا برضو لتكوين الكولاجين، وقلنا كده مصادره فيتامين سي مهم جدا. اخر فيتامين هو فيتامين بي 12 وده ان شاء الله هشرحه بالتفصيل في الحلقة بتاعة العمود الفقري لانه مهم جدا 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 لصحة الاعصاب. دايما لما تشوف الحلقات بتاعة اصابه الفوائد على قناة المحور كل يوم لازم تجيب ورقة وقلم وتسمعها، لأن هتسمع أسرار وفوائد بجد مهمة جدا ليك ولصحتك ولصحة أولادك. أشوفكم على خير، شكرا إلى اللقاء.